وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مريم الشحي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد. أهلا بك في أخبار الإمارات. أهلا أختي مريم. بداية لو تحدثينا عن الحالة الجوية المطرة المحتملة التي ستمر بها الدولة بإذن الله خلال هذه الساعات. هالفترة الدولة تمر عليها حالات جوية من بسبب تواجد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا وبسبب تواجد الرطوبة والمنخفض على سطح الأرض. هالاختلاف في الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا وبسبب وجود الرطوبة تتشكل عندنا السحب وتزداد على الدولة ويكون معاها أمطار مختلفة الشدة ويصاحبها البرق والرعد. فهالفترة تمر الدولة بحالة جوية وخلال الأيام اللي طافت وهالمرة وإن شاء الله الأيام الجاية بعد إن شاء الله. أختي مريم، هل هناك إرشادات وكذلك لربما تعليمات لأفراد المجتمع لاتباعها خلال الأجواء الماطرة؟ طبعا بما أن الأمطار نحن متوقعينها خلال الليل الأغلب بيكون في المنزل، ننصحهم بالالتزام في المنزل وعدم الخروج أثناء سقوط الأمطار. لكن الناس اللي مضطرة أنها تطلع على دواماتها على أشغالها الضرورية ننصحهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق والتأكد من مصابيح السيارة أنها مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ونتمنى أنهم يتبعون الإرشادات عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية وأخذ المعلومات دائما من المصادر الرسمية. الله يبشرك بالخير مريم الشحي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد، شكرا لك على وقتك.